مهنا جفالة، من طالب في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إلى قائد عسكري لكتائب أبو عمارة في الجيش السوري الحر. أيام مظاهرات الجامعة، أول وحدة بلشت في ساحة الاقتصاد وجنب العلوم، بين العلوم والاقتصاد ساحة وحدة نحن نجتمع فيها يعني أو مكان. فكانت مقررة هيك، كانت مقررة الساعة 12 على ما أذكر. فقام الحمد لله طلعت، كان في هون طلاب الهيئة الإدارية والحزب، مبنى الحزب في الجامعة، هذول منتشرين. ما كان في لسه مظاهرات قوية في الجامعة، كان بس السكن الجامعي، لسه ما دخلت لجوا ساحات الجامعة. ففاجأوا صار ضربوا حتى طالبات وقتها. قربوا لعند ساحة الاقتصاد، ساحة الاقتصاد نهيناها. أنا دخلت شقيت صورة الاقتصاد، كان في صورة عنا بالاقتصاد بقلب المبنى، صورة كبيرة عليها برج الدورة، صورة للرئيس، صورة لبشار وعليها خريطة سورية. البي كي سي كان من زمان بداية المسلح، العمل المسلح في مدينة حلب كان يكلف 500 ألف، 450 ألف، حاليا وصل سعره ل 800 ألف. يعني 800 ألف كان ممكن نعمر فيها بلدنا، نعمر بيت، نزوج شخص، شيء ينصرف على شيء بخص البناء، تقدم للمجتمع عنا. اللي جبرني بدي أدافع عن حالي، بدي أدافع عن بلدي قدام هالطاغية هاد، لازم أجيب سلاح، مضطر ما بحسن. عمل مع اخونا ابو بكري قائد كتائب ابو عماره، زلمه قائد مثالي يعني، ما في اخوه ابو عماره بالنسبه لنا يعني اخ لنا هو. لا 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 والله يعني اخوه، نحن كلاتنا اخوه ان شاء الله تعالى، كلاتنا اخوه، ما في معامله لا عسكريه ولا شيء بالمره، يعني كلاتنا هنا عايشين اخوه كل معنى الكلمه ان شاء الله تعالى. 10000 كسير وشي 30 قذيفه ار بي جي وشوي تنويع شوي مبين، نقول الله ما بقى اجمع كارت صغير بعدين الميموري بسع. والله ما منيأس، هي يعني بتدعو للياس بصراحه، بس نحن ما منيأس ان شاء الله. نحن ابو عماره تاسست على مجموعه ثلاث اشخاص، انمسك منهم اثنين، ضليت انا، ما يئست الحمد لله، كملت اجي، فما رح نوقف عند هيك مكان، عندك أزمة. في طلاب طب لساتهم بسنة تانية وتالتي أصبحوا أطباء، وأنا شفت يعني طبيب لساته سنة تالتي عب صار في مجال العمليات، ما هو مساعد طبيب، عب بيجري عمليات. طبعا هذا نتيجة أنه الأطباء بصراحة كلها تركت ومشت، يعني بدل ما يساعدوا المرديان، هذا المبنى العريض اللي تحت البرج بشوية، هذا المرديان هذا في القصر البلدي، الجامعة صايرة بيناتهم بالنص ورا. انت من سكان اي منطقة؟ والله من سكان الحمدانية. بتقدر تروح على بيتك هلا؟ بعدين ما في بيت، اخذوه الشبيحة. في شيء سهرات. اهلي طالعتهم. طبعا شغلة مفهوم ان الخطر الكبير على الاهالي، هي ما في مجال. نعم. تركوا الاقلام ورفعوا السلاح. هذا حال مهنا جفالة قائد كتائب ابو عمارة، وحال الكثير من شبان حلب وطلاب جامعتها جامعة الثورة. مؤيد سلوم، أورينت نيوز، حلب.